his exceptional ability to build bridges, for his sense of humor, and for his kindness. Selim Mulla al-Haq was an eminent climate scientist who was recognized by the scientific journal Nature as one of the top 10 scientists in the world. He dedicated his professional career to give voice to those most impacted by climate change and was a member of countless climate negotiators and scientists from the least developed countries who went through his negotiator training workshops. He will be fondly remembered for his endearing smile and his calm yet fierce determination. Please stand for a moment of silence in memory of Pete and Samuel Haq, as well as all civilians who have perished during the current conflict in Gaza. I thank you. I understand that due to the close relationship with Pete and Selim al-Haq, the United Kingdom, the European Union, Bangladesh, and the least developed countries would like to pay tributes. I give the floor to the United Kingdom. أنه بسبب ما يحدث الآن وبسبب ألا تفهموا بأنه بسبب ما كل ذلك يحدث الآن وبسبب أيضا التغير بسبب التكيف المناخي كل ذلك كان أيضا بسبب العالم سليمان الحق وأعطي الآن الميكروفون أيضا أقوم المملكة المتحدة شكرا لك السيد الرئيس وأود أيضا أقوم بالعزاء نيابة عن المملكة المتحدة لبنغلاديش وأيضا صديق على على وفاة سليم الحق وكان هو سرطان وكان عملاق في العملية المناخية وألهمني في وفد المملكة المتحدة وكان أكبر ناقد لطالما دعا لاتخاذ الإجراءات المناخية وكان مؤمنا بتعددية الأطراف. بعد كوبنهاغن شعر ب اليأس ولكن واصل العمل لتصحيح المسار في باريس ولعب دورا حيويا في التوصل إلى اتفاق باريس وكان يعمل على مستوى إنساني. آراؤه كانت واضحة وأعرب عنها ولكن استمع للآخرين وإن لم يفهم موقفا ما طرح الأسئلة الوجيهة اللازمة وعادة كان صاحب نكتة دفعنا للعمل ولطالما كان صوت الأكثر استضعافا وكان يؤمن بأنه في النضال في مجال المناخ لا يوجد نحن وهم إما نكسب معا أو نخسر معا. لقد كان روح وفد المملكة المتحدة وقيمه ستستمر معنا. عمله كان أكثر من عمله في وفد المملكة المتحدة وإنما كان في إطار حوار التفاوض بين كل الدول وهذا بالنسبة لحوار كارتاخينا وأخيرا بيت كان فخورا لكونه متفاوض باسم عدد كبير من الدول في إطار الاتحاد الأوروبي وهذا حتى بعد مغادرة المملكة المتحدة وبعد إذنكم أعطي الكلمة للاتحاد الأوروبي. شكرا وأعطي الكلمة للاتحاد الأوروبي. إسبانيا باسم الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا سيد الرئيس. نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول 27 الأعضاء فيه والنيابة عن مئات زملاء بيتس وقد عملوا معه نضم صوتنا للمملكة المتحدة لإحياء ذكراه وكذلك ذكرى سليم بكل الاحترام والحزن. شكرا لكم على هذه اللحظة لإحياء ذكرى سليم.
وبيتر. شكرا وأعطي الكلمة يقول الرئيس لبنغلاديش. شكرا سيد الرئيس على منحي هذه الفرصة لأتناول الكلمة عن البروفيسور دكتور سليم الحق. هو كان شخصية معروفة بالإعراب عن آرائه وبمحبة الجميع له. كان أكاديمي، عمل في جامعة Independent University of Bangladesh. بنغلاديش المستقلة، وأنشأ وحدة لدراسة التعليم الجامعي الخاص بالعمل المناخي، وأنشأ مركزا مخصصا لمكافحة تغير المناخ. نحن نفخر لأنه كان من بنغلاديش، ولكن صوته لم يرتفع فقط لبنغلاديش وإنما لكل كوكب الأرض. ونذكر على وجه الخصوص مساهمته في حركة تغير المناخ لإنشاء مفهوم الخسائر والأضرار وصندوق الخسائر والأضرار. كل الامتنان للرئاسة لتنظيم هذا الحدث المخصص لإحياء ذكرى. شكرا. وأعطي الكلمة للسنغال باسم أقل البلدان نموا. Delegation of Senegal. وفد السنغال تفضلوا. Delegation of Senegal seems not to have arrived yet, so. يبدو أن وفد السنغال لم يصل بعد. الآن سأدلي ببياني الأخير بصفة رئيس مؤتمر تغير المناخ. Your Excellencies, the should. أصحاب السعادة، أيها الزملاء الأعزاء. Dr. Sultan Jaber. صاحب السعادة سلطان الجابر الرئيس المسمى، أولا أعرب عن بالغ الامتنان للدعم الذي تلقيته منكم جميعا بصفة رئيس مؤتمر الأطراف 27 في شرف الشيخ، خلال العام التالي لذلك كأطراف وأطراف مراقبين ومجتمع مدني وكذلك أمانة الاتفاقية، كان دعمكم هاما للغاية. كما تعرفون المؤتمر 27 انعقد في وقت صعب وفي سياق دولي كان تحدي كبير مع تعافي العالم بعد جائحة كوفيد، وهذا في ظلال النزاع في أوكرانيا. أما المؤتمر 28 يأتي بعد تقدم كبير أحرزناه في المؤتمر 27. هذا المؤتمر 27 توصل إلى نتائج انتظرناها طويلا للتنفيذ، لم يكن مجرد شعار وإنما
طلب جاء في حينه للانتقال من وضع القواعد والالتزامات للتركيز الفعلي على التنفيذ الملموس للالتزامات على أرض الواقع، وهي دعوة استجبنا لها معا، وذلك عن طريق إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والبدء ببرنامج عمل الانتقال العادل والاتفاق على برنامج عمل التخفيف. ولذلك أبدينا التزاما راسخا للنهوض بالعمل المناخي خلال هذا العقد، وكررنا دعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية مع التركيز على الطاقة المتجددة المستقبل، ودعونا لجدول أعمال التكيف عن طريق جدول أعمال مراكش، وكذلك عملنا في كل المجالات في إطار المؤتمر 27، وبدأنا عهدا جديدا في نضالنا ضد تغير المناخ. ونحن نركز على إنجازات المؤتمر 27. نحتاج أيها الزملاء للتقييم فعلي لما وصلنا إليه اليوم، ولواقع العلم وللأصوات المتكررة الصادرة عن السكان المتأثرين حول العالم. يجب تقييم الواقع، وهذا يجب أن يكون مصدر قلق لنا جميعا ولأسباب عدة. أولا، لأن معظم ما نأتي به كنتائج ملموسة والتزامات يمكن تنفيذها تستند إلى التوقعات أو الأمل بأن نتمكن من جعل الالتزامات الوطنية إن كانت طوعية أو غير طوعية، وأننا سنتمكن من تحقيق هدف 100 مليار دولار، أمل أن نجدد التمويل وأن يتم إصلاح المؤسسات المالية الدولية وفي إطار القطاع الخاص، أيضا في إطار المادة 2 شرطة 1 شرطة جيم من اتفاق باريس. هذا هو المفتاح الذي سيفتح التمويل اللازم للدول النامية. كل هذه توقعات وأمل دون أي واقع. ثانيا، بدلا من أن نزيد من التمويل المناخي من البلدان المتقدمة، في الواقع نرى انخفاضا مقارنة والتكلفة المتزايدة. إن الصندوق الأخضر والصندوق التكيف مثالين على هذا الاتجاه نحو انخفاض التدفقات المالية. ثانيا، توسع الاستكشاف للوقود الأحفوري ولا سيما الفحم في الدول التي التزمت أصلا بالتقليل أو في نهاية المطاف التخلص التدريجي من الفحم. وأيضا هناك الثغرة الخاصة بالطاقة المتجددة وإمكانية اللجوء لإجراءات أحادية إما عن طريق الحوافز أو الضرائب، مما يمس بالتنافس ويمس بالتعددية وما أنجز في الدول النامية. أيها الزملاء، كل هذه رسائل مقلقة يجب أن نأخذها على محمل الجد، فهي تؤدي إلى تآكل النظام المناخي وتؤثر أيضا على قدرتنا تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي حين أن نتائج شرم الشيخ أخذتنا خطوة إلى الأمام وفي الطريق الصحيح، هذه الرسائل المقلقة يجب أن نتصدى إليها بسرعة وبفعالية لكي نضمن أن لا تذهب سدى. ومع نقل مصر القيادة للإمارات العربية المتحدة، كلني ثقة في أن التصدي لهذه المشاغل ستكون ما سيركز عليه الرئيس الجديد لمؤتمر الأطراف.
وتحت القيادة الحكيمة لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر سنقترب من تحقيق أهدافنا. مشددا لكم الشكر وأتمنى لكم مؤتمرا ناجحا. هذه دورة التناوب برئيس من دول آسيا والمحيط الهادئ. يسرني أن ينتخب المؤتمر بالتزكية سعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيسا للمؤتمر في دورته 28. I declare His Excellency Dr. Sultan Ahmed Jaber elected President of the 28th Session of the Conference of the Parties. رئيسا للدورة 28 لمؤتمر الأطراف. I congratulate His Excellency Dr. Sultan Ahmed Jaber on his election على انتخابه وأتمنى له كل النجاح في إدارة أعمال المؤتمر. الآن أدعو معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر للجلوس إلى مقعده على المنصة. Simon, for everything. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. Good morning, good afternoon to all. Welcome to the United Arab Emirates, the country of Zayed, the country of giving, the country of development and sustainability. Excellencies, dear friends, colleagues, زملائي الأعزاء، أيها الأصدقاء، أعضاء كل وفد من الوفود، It is an honor يشرفني أن أكون معكم اليوم. And I am so glad that this day ويسرني أن هذا اليوم قد جاء أخيراً. And as my first official act وكأول عمل لي بصفة رئيسا لمؤتمر الأطراف اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني لصديقي العزيز سامح شكري. Your Excellency, you have led this conference with vision, لقد قدت هذا المؤتمر برؤية and integrity. وبغرض وبنزاهة نحن ممتنون لك على خدمتك وعلى إنجازاتك وعلى التزامك
بالتقدم في مجال تغير المناخ. واسمحوا لي أيضا أن أعرب عن الامتنان لكل شخص في هذه القاعة. We come from different nations. نأتي من أمم شتى، من خلفيات شتى، and different generations. ومن أجيال شتى. Yet, ومع ذلك، we share something vital. نشترك في أمر حيوي. في مرحلة ما في حياة كل منا، made a choice. كلنا اتخذنا قرار أن نحمل عبء المسؤولية الكبيرة، أن نرفع أيدينا ونحمل عبء من الثقل على أكتافنا. هذا هو القرار الذي أتى بنا كلنا هنا اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة. الإمارات تشعر بالفخر والتواضع لاستضافة هذا المؤتمر في وقت محوري للعمل المناخي. نعرف كما تعرفون جسامة هذه اللحظة، نشعر كما تشعرون بإلحاحية هذا العمل، ونرى كما ترون أن العالم قد بلغ مفترق طريق. ونعم، منذ باريس أحرزنا بعض التقدم، ونعرف أيضا أن الطريق الذي مشينا عليه لن يقودنا إلى هدفنا في الوقت المناسب. العلم تكلم بصوت عال وواضح، وقد أكد على أن اللحظة هي الآن لإيجاد طريق جديد، طريق واسع لنا جميعا، خال من الحواجز، خال من تحويلات الماضي. هذا الطريق الجديد يبدأ بقرار خاص بالتقييم العالمي، قرار يكون طموحا ويصحح المسار ويسرع العمل نحو 2030 عن طريق عملية التقييم العالمية. فرصة لموحد بين العناصر الثلاث الرئيسية في جدول أعمال المناخ. أخيرا يمكن أن نأتي به التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ، والتي تشمل التمويل تحت مظلة واحدة. نتحد حول طموح أكبر، ونعطي اتجاها واضحا خاصا بالمساهمات المحددة وطنيا، وأن نربط بين كل ما نتفق عليه هنا ليصبح عملا على الأرض في العالم الحقيقي. كل أمة، كل قطع، كل واحد منا عليه دور ملح وفوري يطلع به. من جانبي أتعهد بإدارة عملية شاملة وشفافة تشجع على المناقشة الحرة والمنفتحة بين كل الأطراف. أطلب منكم أن تبدأوا هذا المؤتمر بعقلية مختلفة. أطلب منكم أن تعتمدوا طريقة مختلفة في التفكير، وأطلب منكم توخي المرونة. علينا أن نضمن أن هذا المؤتمر يؤدي إلى أكثر تقييما أو حصيلة عالمية طموحة ممكنة. فلنتفق على جدول الأعمال وننتقل إلى النص بسرعة. أرجوكم. We have no time to waste. لا يمكن أن نضيع أي وقت. أيها الأصدقاء، أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة تعكس الروح التي نحتاج لها في هذا المؤتمر. بلادي أكبر مني بعامين فقط، وهذا يعني أنها دولة شابة.
It is a nation that rose نحن أمة نهضت من الصحراء عن طريق الرؤية رؤية الأب المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واقتناعه وإلهامه اللذين استمرا في الأجيال اللاحقة. والآن بعد 52 عاما انظروا حولكم, قد نكون دولة شابة ولكن طموحنا كبير, ونحن ملتزمون بمبادئ التعاون والتفاؤل والشراكة الحقيقية والعزم والالتزام. هذه هي المكونات التي تشكل مضمون وروح الإمارات العربية المتحدة. هذه القيم, قيم الثقة والغرض والشراكة والبراغماتية, هي التي يجب أن تشكل أيضا روح مؤتمر الأطراف 28. بالتالي من الأساسي أن لا نترك أي مسألة خارج الطاولة. ونعم, وكما قلت يجب أن نجد سبل وأن نضمن إدراج دور الوقود الأحفوري. أعرف أن هناك آراء قوية خاصة بإدراج لغة خاصة بالوقود الأحفوري والمتجددات في النص التفاوضي. كلنا معا يمكننا أن نقوم بأمر لم يسبق له مثيل. في الواقع لا خيار لدينا إلا أن نعمل بطريقة غير تقليدية. أطلب منكم جميعا أن نعمل معا, أن نتوخى المرونة, أن نجد أرض مشتركة, وأن نقدم حلول, وأن نحقق التوافق في الآراء, وأن لا ننسى أبدا نشمة الشمال 1.5. هذا ما سأركز عليه بشكل مستمر. أصحاب السعادة, أيها الأصدقاء الأعزاء, كلنا يعرف أن عنصر النجاح الرئيسي في جدول أعمال المناخ هو التمويل, ولفترة طويلة التمويل لم يكن متوفر ولا متاح ولا يمكن دفع تكاليفه. هذه الرئاسة ملتزمة توفير التمويل لضمان أن لا يضطر الجنوب, دول الجنوب العالمي, أن تختار بين التنمية والعمل المناخي. فلنجعل من هذا العام هو العام الذي يصل فيه تمويل المناخ إلى حجم هذه اللحظة. فليكن هذا المؤتمر هو المؤتمر الذي نفي فيه بوعودنا من 100 مليار إلى الخسائر والأضرار. أعرف أهمية هذا الموضوع للأطراف ولا سيما للأكثر استضعافاً. ما بدأ في شرم الشيخ وما منح الزخم اللازم في أبو ظبي سابقا من هذا الشهر يجب أن ينفذ ويتخذ إجراءات بشأنه هنا في دبي. واسمحوا لي هنا أن أتوقف قليلا لأحيي ذكرى زميلنا سليم الحق وصديقي العزيز سليم الحق. لقد كرس حياته لإيجاد طريقة للتصدي للخسائر والأضرار, وأنا شخصيا استفدت من نصيحته ومن خبرته, ولا سيما
فيما يتعلق بضرورة تحويل اهتمام العالم نحو احتياجات التكيف. أصحاب السعادة، التكيف يجب أن يكون في صميم عملنا. يجب أن نسد الثغرة التمويلية وأن نتفق على إطار قوي لتحقيق الهدف العالمي. فلنضع الطبيعة والحياة وسبل كسب الرزق في صميم خطتنا الوطنية. فلنواجه أخيرا المسائل الأساسية لإغراض التكيف مثل المياه والأغذية والزراعة والصحة. ولذلك يشرفني أن هذا المؤتمر سيكون أول مؤتمر أطراف يعقد اجتماع وزاري خاص بالصحة المناخية. أيها الزملاء، أريد من هذا المؤتمر أن يكون المؤتمر الذي يصل إلى أقصى زخم ممكن بشأن التخفيف. اليوم الدول التي تمثل 85% من اقتصادات العمل هي وراء هدف زيادة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلى 3 أضعاف، وهكذا يمكن أن ننتقل بعيدا عن الفحم. وأشجع الدول على وضع أهداف انبعاث للميثان تصل إلى الصفر، وهذا كجزء من الجولة المقبلة للمساهمات المحددة وطنيا. التوصل إلى الصافي الصفري لانبعاثات الميثان قد يحدث أثرا كبيرا في وقت قصير. أيها الزملاء، فلنجعل التاريخ يعكس أن هذه الرئاسة هي التي اتخذت خيارا جريئا بالتفاعل بشكل نشط مع شركات النفط والغاز. أجرينا مناقشات صعبة للغاية، واسمحوا لي أن أقول لكم الأمر لم يكن باليسير. ولكن اليوم العديد من هذه الشركات تلتزم بالتوصل إلى انبعاثات صفرية للميثان بحلول 2030 للمرة الأولى، والعدد من الشركات النفطية الوطنية اعتمدت الصافي الصفري للمرة الأولى كهدف بحلول 2050، وأشعر بالامتنان لأنها انضمت إلى هذا الطريق الذي سيغير كل شيء. ولكن هذا لا يكفي، وأعرف أن بإمكانها أن تفعل المزيد. يمكنها أن تقود الطريق، وبعد ذلك يمكن للآخرين أن يلحقوا بها. وفي نفس الوقت وكجزء من جدول العمل لهذه الرئاسة، نتفاعل مع قطاعات أخرى عالية الانبعاثات كالنقل الثقيل والألومنيوم والحديد والشمنتو، وهذا لكي نسرع من إزالة الكربون. أطلب من كل الصناعات أن تعمل لأغراض الابتكار والتحديث والاستثمار في التكنولوجيات النظيفة. أيها الزملاء، my friends، أصدقائي، my partners، شركائي، the next 2 weeks، الأسبوعان المقبلان لن يكونا باليسيرين. فلنذكر مهمتنا ليست فقط التفاوض على نص أو وضع كلمات على ورق. مهمتنا هي تحسين الحياة، هي عن الأفراد، من الطلاب الذين اجتمعت معهم في بنغلاديش إلى مباشري الأعمال التجارية في نيروبي، إلى المجتمعات من الشعوب الأصلية التي زرتها في حوض الأمازون. كلنا يريد ويحتاج إلى نفس الأشياء:
الهواء النظيف، المياه النظيفة، الغذاء السليم، الفرص الاقتصادية لأنفسنا ولأسرنا، وطبعا نريد مستقبلا آمنا وسليما. هل نطلب الكثير؟ أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، أصدقائي وشركائي، كلنا اتخذ قرار لنكون هنا اليوم. نفهم خطورة الوضع، وأعرف أننا جميعنا نحترم العلم. اليوم علينا أن ننفذ، أن نمضي على طريق جديد ونأخذ الجميع معنا إن أردنا تسريع التقدم في مجال جدول المناخي. علينا أن نتحلى برؤية من يتمكن العمل الفعلي لكي نحصل على قرار بطموح عال لGST. وعلينا أن أي الحصيلة العالمية، وعلينا أن نستغل الأسبوعين المقبلين بحكمة. علينا أن نعمل دون أي تأخير، فلنعيد الثقة بالتعددية الأطراف، فلنعيد الثقة في التعددية، ونحقق أخبار سارة نصلها إلى العالم وهو بأمس الحاجة إليها اليوم. أصدقائي، سأكون هنا معكم في كل خطوة، سأشمر عن ساعدي معكم وإلى جانبكم، فلنتجاوز اختلافاتنا لنحدث فرقا حقيقيا للأجيال المقبلة. هنا اليوم في الإمارات العربية المتحدة أدعوكم جميعا للعمل معا للاتحاد ولتحقيق النتائج. شكرا لكم.